أعزائي المشاهدين، مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج المطبخ مع حنان العالم. اليوم حنقدم لكم أطباق منوعة من المطبخ المغربي. أول طبق حيكون المخامر، وحندير لكم الطاجين المغربي، والحلو حيكون البغرير. يلا خلونا نبدو. أعزائي المشاهدين، الطبق الأول لليوم حيكون المخامر. المخامر هذا نوع من الخبز، يعني خبزة هو معروف في المغرب بالاسم هذا. ليش؟ لأنه هو يحطوا فيه حشوة ويعجنوا فيه بالسميد، وحنوريكم طبعا كيف الطريقة وطريقة تطيبته سهلة بكل. المكونات اللي عندنا هنا في الأول، البينات عندكم، هي طريق الحشو. حنبدأ بالحشوة الأول اللي حنحشو بها المخامر. أنا حنبدأ بالمفروم والبصل، لكن تقدروا تغيروا الحشوة زي ما أنا قلت لكم، ممكن تديري دجاج، بس هي بصراحة أحلى بالمفروم، يعني معروفة بالمفروم. مفروم بقر والمفروم ضان، هذا حاجة ترجع لكم. في المغرب طبعا يستخدموا في زيت الزيتون واجد، فحنطيبه بزيت الزيتون اليوم شوية، ما نكتروش ونشوفه بعدين. بس المهم زيت الزيتون ما نخليش يسخن، يعني ما ينفعش نقلو به، يدوبك يسخن ونحطوا البصل بتاعنا. أنا ما نبيش نطحن البصل أو نبشره، نبيه في الوصفة هذه يكون باين، يعني ديما في المفروم اللي بتحشي بيه ولا هيك يجد البصل باين شوية، يعني غليظ مش حلو عشان المفروم نفسه ما يطلعش مية، ونبيه في الحشو، فأنا نبيه متماسك الحشو. وحلو لما تقرمي ولا تاكلي تحسي بالبصل في فمك، يعني البصل يقعد باين في المفروم، دي ما حلو، يعني ما يقعدش مفروم ناعم، ما يقعدش البصل مفروم ناعم واجد. المكون الأساسي في المخامر يعني هو ليش السميد، يعني الحلو في الخبزة هذه إن هي تندار بالسميد. في المغرب العربي، في الجزائر والمغرب، يستخدموا في السميد في المعجنات، يستخدموا فيه واجد. هو طبعا أفيد من الدقيق العادي، يعني لما تجيك الفرصة تحطي السميد في العجينة أحسن. يعني ننزل توا المفروم، وديما لما نطيب المفروم لازم نقعد نحرك فيه لعن ما يتفترش كله. نحرك كويس، لأن لو ما حركتيش كويس يتكلكع، دي زي كور الكفته، وما يعني ما يتخلطش كويس مع البصل. فديما الحركه هذه لازم تديريها في الاول، يعني تيجي تحركي في المفروم لحد ما يتغير لونه، يعني يعتبر قاعد رصاصي، هذا بدا يعني مراحل بدات يطيب اللحم، بدا يطيب. بعدها خلاص نبدا نحط البهارات ونحط الحاجات الاخرى. فديما الخطوه هذه مهمه في اي تطيب مفروم، يعني سواء مفروم تاع لازانيا ولا تاع سباجيتي، لازم تشوحيه الاول في الزيت وتفككيه، تخليه هيك يقعد مفرط كاي، وبعدين تحطي الحاجات نتاعك، الطماطم والحاجات الاخرى. الخطوه هذه يعني اساسيه. زي ما شفنا توا المفروم تقريبا كله قاعد لونه رمادي هيك رصاصي، وخلاص تفكك، يعني ما عادش فيه الكور التكتلات هذينا. في المرحله هذه نبدا نضيف انا في الحاجات الثانيه اللي عندي. هنضيف له شويه طماطم معجون عشان يعطيه لون حلو، لونه احمر. اللي ما يحبش يبيه مفروم ابيض يخليه من غير الطماطم المعجون، بس هو حلاوته احمر، يعني حلاوه المخامر المفروم فيها صلصة الطماطم. يعني خلي شوية البهارات اللي عندنا اليوم، نضيف الثوم، عندي كمون حوت، وعندي جوز الطيب أو العنبرة، والكسبر اليابس، والفلفل الاحمر. هما ما يستخدموش فيه الحار، يستخدموا في البابريكا اللي هو الحلو، الفلفل الحلو. نحن نقدر نديرو حار عادي. فلفل اسود وشويه قرفه، وطبعا الملح الاساسي يعني. عندنا
خلوه شويه يتسبك. نحب نضيف له كسبر. في ناس واجد تحب تضيف معدنوس مع المفروم، بس الكسبر لما تحطي كسبر في المفروم هيعطي طعمه حلو بكل مميزه. يعني الكسبر في الوصفه هذه حلو بكل، يعني حتى تاكلي المفروم تقولي مش عارف في طعمه حلوه، هو جايه من الكسبر، يعني يعطي طعمه غير المعدنوس. فجربوها بالكسبر، ولو ما عجبتكمش ممكن تديروا معدنوس. يعني شوية خلاص شفت المفروم بتاعنا هيك ناشف، انا ما نبيش فيه صوص، نبي ناشف لاني بنحشيه، فيعني نشفة قدر الامكان. هنحط له الكسبر. نخليه شوية، ما تغطيش المفروم، ما نبيش بخار، يطلع منه بخار ويطلع ميه. خليه مكشوف، طيب المفروم خليه مكشوف عشان يتبخر، وقلت لك هيك على الناشف عشان هيك عشان يساعدنا في الحشو. هيك المفروم بتاعنا تقريبا نشف وقعد جاهز، هنخلوه في مكانه لحد ما يبرد، وتعالوا يلا نديروا العجينه ونشوفوا مقاديرها. توا حنديروا مقادير العجينة. مقادير العجينة هذه اسمها عجينة السميد أصلا، يعني تقدروا تعتمدوها من غير ما تحشوها وتطيبوها فوق النار زي ما أنا حنطيب بالمخامر. يعني هذه العجينة الأساسية في خبزة السميد. أنا هنا مدينة المقدار حنقسمها على اثنين، بس المقدار اللي أنتم تحتاجوه الكمية كويسة، كل حاجة نص. نص كيلو سميد، ونص كيلو دقيق، ونص لتر مية، وكيس خميرة، ورشة ملح، وشوية زيت. يعني نص نص نص، وكيس خميرة كامل أو ملعقتين كبار خميرة. بس أنا هنا حندير الربع، يعني حندير ربع سميد أنا اللي عندي أنا، وحندير ربع دقيق، ندير ربع دقيق تقريبا، ما زلنا نص كوب، حضرنا كوب وكوب ونص بالضبط، شوية تقريبا كوبين دقيق. يعني لو تبي ربع الكمية، يعني لو نص كيلو دقيق حديري 4 أكواب، فأنا هنا درت كوبين دقيق، أنا دايرة نص الكمية. هنحط شوية زيت زيتون و خميرة، أنا في المقدار الكبير حديره كيس، في المقدار هذا حديره أقل، يعني ملعقة واحدة كبيرة، ورشة الملح لازم منها، بس ديما قلنا احنا الملح نبعدوه ديما على الخميرة، خلوا الخميرة الملح بعيد على الخميرة. حنحتاج تقريبا ربع لتر مية في الحالة هذه، بس السميد يبي مية واجد، يعني كل ما زدتيها مية وخليتيها طرية كل ما أحسن، ما تطلعش ناشفة لأن فيها سميد، السميد يبس العجينة. فما تقيديش يعني بالمقدار، زيدي ميه لحد ما السميد يعني السميد ياخذ له وقت باش يمتص الميه. انا دايره السميد هذا متوسط، اللي هو مش السمولينه، مش الدقيق السمولينه، تقدري ديري بيه دقيق سمولينه يعني، ومش حياخذ ميه زي الحرش، لان الحرش بيمتص ميه ياخذ وقت. بس هم في العاده في الطريقه الكلاسيكيه بتاعهم العاديه يستخدموا في السميد العادي، مش السميد الغليظ، بس السميد المتوسط. وتبدي تلمي في العجينه، طبعا تعجنيها في العجانه عادي لانها تاخذ منك وقت، او بايدك يعني، وتعجني تقريبا 10 دقائق يعني متواصلات لحد ما نحصلوا على عجينه ملسه. شوفوا نزيد بالميه بالتدريج، هو حتاخذ ميه يعني حتمص اكثر، نحس فيها هي حتتم بسرعه، بس انا نحب نزيد لها ميه واجد زي ما قلت لكم عشان السميد ما يقعدش خبزه السميد بتاعك يابسه. يعني انت تضيفي ميه ما تخافي، هذه ما حتلتم، مش حتتميع منك خبزه السميد، ما تميعش بسيوله، يعني ما تحسيش انت بتضيفي الدقيق بعدها، كل ما تضيفي لها كل ما السميد يشرب اكثر يعني. ونستمر في العجن يعني لعند ما نشوف النتيجه في الاخير، تحصلي على عجينه ملسه. حنستمر في العجن بالطريقه هذه، حتاخذ وقت منكم لعند ما نتحصل على عجينه ملسه، وبعدها حنغلفها بالنايل وخليها في مكان
دافي باش تخمر، وحنوريكم شكلها بعد ما تخمر كيف تكون. العجينة بعد مرور نص ساعة و45 دقيقة ضعف حجمها ما احنا شايفين. هناخدها في شوية، نحطو شوية دقيق وشوية سميد نحطوها هنا. زي ما قلت لكم ديما تعاملوا مع العجينة برفق. هنقسمها تقريبا دوائر ونكوروها، يعني كي كبر الكرة تقريبا. هنقسموها دوائر، نبرمها ونخليه يرتاح. ديما بعد الخطوة هذه في المخبوزات لما تديري حاجة تعطي فرصة للعجينة ترتاح. يعني أنا توا بعد ما نكورهن خليني تقريبا ربع ساعة يخمرن شوية. اللي نلقى حجمها صغير ممكن نزيدها، يعني لو هذه حجمها صغير نزيدوها. كورها بحيث تقعد عندي كرة ملسة، يعني ملسة من فوق زي هيك. لما تكوريها يعني شوفي السطح متاع، ما تستعمليش الزيت في الخبزة هذه بالدقيق، يعني الدقيق لو ما ساعدكش الدقيق وقدرت العجينة تزلفت منك ديريها على سطح أملى زي هيك، بس ما فيش زيت. بعدين احنا حنحلوها زي البيتزا في الدقيق وشوية سميد. هيك توا العجينة جاهزة، نغطيها بمنشف وفوطة ديما ربع ساعة أقصى حاجة، وبعدين نبدأ نشتغلوا فيها. بعد مرة تقريبا ربع ساعة ارتاحت العجينة شوية، ناخدها نحلها بإيدي. لو حسيتيها صعبة أنك تحليها بإيدك عادي استخدمي الضربة، ما فيش أي مشكلة. نحلها بإيدي شوية هيك. وبعدين نحط لها المفروم. هنحط شوية زيتون، ولو تحبي فيها الحرارة زيادة لأن هم ما يستخدموش فيها، بس نحب نحط شوية هريسة، هذه إضافة يعني. وتلميها هكي هكي، تلميها وتخليها شوية هكي ترتاح. وزيت حنفردها بإيدي، ديروا واحدة تانية. ممكن نستخدم الدرابة لو نحب الزعل، يعني كل ما تخليها أكثر ترتاح العجينة كل ما أحسن. نحشوها، نحط شوية هريسة من تحت ونحط المفروم. ممكن تحطي بس نوع واحد من الزيتون، ممكن نوعين، سكر ونفرد بالإيد. هخليها شوية أخرى، يعني مش لازم استخدام الضرابة في المرحلة هذه، تقضي حتى بإيدك، كلها باليد عادي. نحب نضرب شوية باش تقعد كلها متناسقة. استخدمت الضرابة عشان تقعد السمك بتاعها واحد، متش هنا غليظة وهنا رقيقة. هذه هي الميزة انك تستخدم الضرابة. هكي. ممكن نخلي وحدات من غير هريسة عادي. هذا طبعا هم عادة يديروا فيه في العصرية، يعني في العشية مع الشاي الأخضر. خلي شوية. احنا في رمضان حيكون حلو طبعا مع الشربة، يعني انك تقدمي مع الشربة خبزة محشية حلوة. تعلمت انا من الجالية المغربية اللي عندنا برا،
والطاجين حتى هو والبغرير، يعني كل الحاجات هذينا ياكلوا فيهم. هم طبعا تقليديين يعني يحبوا اكلهم المغربي، فهو بصراحه مطبخ صحي، يعني الاكل المغربي معروف عليه انه هو مطبخ صحي. توا عندنا الطاجين سخن، سخنين بشويه زبده مش واجد، يعني شويه هيك او زيت. ناخذ الاولى انا اللي خليتها ارتاحت قبل الاخرات، يعني شويه سميد شويه دقيق. عادي لما يطلع الحشو تشوفوه يطلع هيك مش مشكله، حاول الجوانب هيك نرققها خاصه الحواشي. اوكي هناك جنان صغير ونطيبوه فوق النار. جهز الثانية هذه، الحلو فيه انه هو يطيب فوق النار ما يبيش فرن، بس ياخذ منك وقت شوية، يعني بس ديريه قبلها بوقت وسخنيه قبل التقديم. شفتوا شكله قاعد حلو هيك؟ لو حسيت انه ما تحمرش كويس ممكن ديما تدهنيه بزبدة أكثر، يعني مش لما يتحمر يعطيكي لون حلو. استنى عليه شويه نقلبه من جهتين لحد ما يتحمر وبعدها يكون واطي، نكملوا العقاب الطرف الاخرات. تحاولي وانت تشتغلي تقسمي الدوائر من الاول نفس الحجم عشان لما تفردي العجينه بتاعك تقريبا تطلع لك نفس الحجم. حلو انه يقدر تقريبا نفس الحجم، يعني متناسق الشغل اللي قاعد، مش مشكله لما يطلع المفروم الزيتون عادي، عشان احنا اصلا ما نبوش طبقة الخبزة تقد غليظة، يعني حلاوتها تقد قشرة رقيقة، فلو طلع شوية المفروم ولا هيك مش عادي ما يضرش. زي ما شفنا خلاص خبزتنا تحمرت، فخلاص هيك الدرجة اللي انا نبيها. حنطيبوا عقب الفرادي هذين اللي درناهن ونشوفوا النتيجة النهائية في طبق التقديم. كملنا خبزتنا، المخامر بتاعنا واتيات، توا نقدموهم. هو طبق يشبه للحواوشي المصري، يعني اختلاف بس في العجينة والبهارات بتاع المفروم، ممكن ان هذه بالسميد والحواوشي الاخر بالدقيق العادي. طبقنا الأول المخامر المغربية جاهز، ويلا نمشوا نديروا الطاجين المغربي. مرحبتين بكم في فقرة الطبق الرئيسي اللي هو الطاجين المغربي اليوم. طبعا لها عدة وصفات متنوع، فيه بالحوت وبالدجاج ومن غير لحم وباللحم، وكل طاجين لها تشكيلة بروحها. أشهر طبعا واحد اللي هو بالبرقوق، بس أنا اليوم اخترت لكم حاجة تماشى مع ذوقنا نحن أكثر، وحاجة مشهورة يعني حتى في أوروبا مطلوبة واجد، وبالنسبة لي أنا يعني نعطي فيها في الدروس واجد، لأن أحلى خلطة أنا حسيتها. شنو المكونات الأساسية فيها؟ بصل وكسبر وثوم وزنجبيل. زنجبيل طازة ولا بودرة عادي. عندنا قرفة وكمون، هذينا طبعا ملح وفلفل الأكحل والكركم والزعفران. الكركم عشان اللون أكثر، بس هم يستخدموا في الزعفران الحر مش البودرة. أنا حندير كم بلحم الخروف اليوم، واخترت حنديره بالفاصوليا الخضراء، ولازم فيه زيتون وبطاطا. زيتون الأخضر عادة ديما متوفر، مش في كل الوصفات بس في الوصفة هذه لازم. وفي نوع من الليمون اللي هو يقعد مخلل، يستخدموا فيه المغاربة واجد في الطواجين، لأنه مش متوفر احنا عادي حناخدوا ليمة بعدين نعصروها فوق الأكل. شن حنديروا في الأول؟ أنا نحب الطريقة هذه، اني نطحن كل حاجه في الآلة، بس مش لازم ان انتم قرضوا ولا ابشروا البصل،
مش لازم تديروها اللقطة هذه، بس أنا لو عندكم يفضل تعطي هيك زي الصلصة، زي الصلصة هيك في الأكل، يعني يقد يذوب الثوم والزنجبيل. الزنجبيل طبعا يتقشر بالكشيك، يعني طريقة الزنجبيل تكشيرته هو مفروض بالكشيك، بالكشيك تطير القشرة هيك بسهولة. حناخد قطعة من الزنجبيل الكبر هذا تقريبا كفاية في الطاجين هذا، أو ممكن تبشري، ما تبشريه لو ما عندكش الآلة. وبصلة كبيرة، مش بصل أخضر يعني، بصل عادي، بصل حويل عادي. والكسبر. الخلطة اللي حنديرها لكم هذه توا تقدر تستخدميها مع الدجاج لو ما عندكش الطاجين المغربي، لأن الطاجين المغربي يعني هو الميزة فيه إن هو حركة الهواء فيه تساعد على إن الأكل يطيب بطريقة صحية وعلى مهلة ويطلع حابز. بس الطعمة يعني تشكيلة البهارات تقدرين أنت في طنجرة عادية، لأن في المطاعم ما عندهمش وقت يعني هم يديروا في الحاجات هذه، فكلهم يطيبوا يعني عادي في طنجرة عادية ويقدموه بعدين في الطاجين. فأنت ما تقوليش أنا ما عنديش طاجين مش حنجرب الوصفة هذه، جربيها حتى مع الدجاج وحتى من غير خضرة، بس كتتبيلة للحوم وحطيها في الكوشة في الفرن ولا فوق النار يعني، بس لازم تجربيها لأن فعلا طعمها مميزة، تفرق شوية على طعمة الحرارات والحاجات اللي احنا متعودين ندرون، وسبع بهارات والحاجات ندير فيه مع اللحم، هذه تشكيلة مختلفة شوية على المطبخ متاعنا. هيك كملنا الخلط زي ما شفنا، قعد عندنا زي صلصه البستو اللي درناها المره اللي فاتت الايطاليه، هذه كانها يسموا فيها خلطه البستو العربيه. الخلطه هذه تقدر تحطيها في برطمان يعني في فازو وتحطيها في الثلاجه، وتبلي بها اي نوع لحم عندك، صدور دجاج فوق النار، وتحطيها معها الخلطه هذه مع شويه زيتون حتطلع حلوه بك. حناخذ انا التتبيله هذه، نحب انا هم يحطوا في كل حاجه في الطاجين ويصبوا فوق هالخلطه، انا نحب ندير هيك يعني، نحب نتبل اللحم هيك. ويفضل لو عندك وقت تدري لها الخلطه هذه وتخليه شويه اللحم يعني يقعد فتره في الخلطه يعني مش على طول. حنحطه قرفه، اللحم دي متواجدين اللحم فيه قرفه، فلفل اكحل والكركم ملح شوية كمون الحوت، الزعفران حنخلوه في الأخير شوية. خلطوا، ناخدوا الطاجين بتاعنا الطاجين المغربي زي ما شايفين، حطوه على النار. لو عندك النار العالية نارك غاز يعني عيون، حاولي تحطي لها زي المشبك هيك باش ما يتكسرش الطاجين، يعني ما تقعدش النار موجهة عليه بقوة يعني، لأنه هو يبي نار هادية يعني يسخن شوية الطاجين، وبدأ يسخن بعدها توطي النار، بس لازم يسخن شوية. نحطوا زيت زيتون طبعا أساسي في المطبخ المغربي هو زيت الزيتون. وحنسطفوا اللحم بتاعنا هيك، نحط الحشوة هذه هنا هيك كملنا هذا. نفس الشيء نفس الخطوات هذه نحب نديرها للخضرة، نحط لأن الخضرة لما تحطيها من فوق مش حتوصلها التتبيلة، فنحب إن كل حاجة نديرها بنفس الطريقة يعني نخليها تتبل وتحصل نفس البهارات.
فاحنا شنديروا الاحسن ان نضيفوا الكمون الحوت هنا والفلفل الاكحل هنا وشويه القرفه هنا والكركم والملح باش انا بعدين نتبل بيه هنا الحاجات. ونحط لهم شويه زيت زيتون نخلطك شويه. بدا يسخن الطاجين زي ما انتم شايفين يطلعك شويه في صوت. هذا نبون احنا حنحط الخلطه هذه شويه على الفاصوليا الخضراء وشويه على الزيتون. الزيتون نبي نقول لكم ملحوظه، لما تشروا الزيتون نتاع الحكاكي يقعد فيه مراره، حطوه في شويه ميه ساخنه وشويه قرفه وخلوه شويه يقعد عشان يحول طعمه الحكاكي اللي فيه العلو اللي مش حلوه يعني. خلاص كي تبلت انا الخضره نتاعي، اللحم نتاعي بدا يدير. خلاص نستف الخضره نتاعي. الحجم نتاع البطاطا لازم يكون يعني مش صغير واجد، يتماشى مع حجم اللحم. هو عاده ديما اللحم يقعد تحت والخضره هي اللي تغمر اللحم. والبطاطا ما نديروهاش مثلا مكعبات، ما ينفعش، لان الفتره اللي حيطيب فيها اللحم اطول من ان مكعبات البطاطا تطيب، حتهبس بسرعه وتخرب يعني شكلها، مش حتحمل الفتره الطويله هذه. ندير الصوص هذا نصبه فوق اخرى. نفس الشيء بالنسبه للبازيلا، حابه نخلطها قبل ونحطوها هيك برضو، نشروها مع البطاطا في الطاجين. واخر مكون عندنا هو الزيتون. حناخدو توا اللي هو الزعفران الحر، لازم نذوبوه في شوية مية ساخنة. الزعفران الحر هو يجيب طبعا من إيران معروف، واستخدموا فيه المغرب بكثرة. هو في نكهة حلوة، يا أما تحطيه بين يديك وتري له هيك يعني حتربيه، بس أفضل طريقة أنا عندي نحطه في مية ساخنة شوية كمشة هيك مش واجد، لحد ما يطلق اللون بتاعه شوية، يعطينا اللون بتاعه في المية الساخنة. تزيدوا شوية وتصبيه فوق الطاجين بتاعك باش يعطي طعمة الزعفران يذوب. توا حنمشوا نجيبوا الليمون نعصروه فوق. ناخذ الليمة شوية هيك، ناخذ الليمة تقريبا نص ليمة تقريبا كويسة، تعطي شوية طعمة مزازة كي مع اللحم. في نفس الصينية اللي أنا خلطت فيها عشان نطلع المرقة اللي قاعدة، الطاجين المغربي ما يبيش مية واجد، يعني هم يقيسوا فيه بشطارتك بكمية المية اللي في الطاجين، يعني ما تقعدش تبقبق وتطلع برا، اوكي لو بدأت تطلع حوليها، فلازم تكوني حذرة في إضافة كمية المية. كل شوية تفتحي وتضيفي شوية، تفتحي لأن لقيتي اللحم مازال ما طبش، تفتحي على الطاجين وتضيفي مية هيك. طبعا كفاية مش حنقدر نزيد أكتر، أنا نوقف حنغطي، حياخد وقت بلا ساعة على الأقل ساعة ونص باش يجهز حسب كبر اللحم عندك. هو توا على درجه حراره عاليه بدا يطلع في البخار، اول ما يبدا يطلع في البخار حنوطوا عليه على درجه حراره 4 لو عندك الغاز يعني. خلاص نغطي عليه ونخليه، ما عادش تحركي ما عادش تقلبي ولا اي حاجه، خلاص هيك ونوطي عليه. هم في الاصل يحطوا كل حاجه ويصبوا في الصوص فوق، انا حبيت نوريكم طريقتي اللي ناجحه معايا وان شاء الله جربوها وتعجبكم. حنشوفوا بعدين الشكل النهائي لما يطيب وكيف نقدمه. بعد مرور تقريبا ساعه
تيكت انا على اللحم لقيتها بس خلاص هيك النتيجه هي للطبق نتاعنا زي ما انتم شايفين. هناخدوه نقدموه ونمشوا زي ما انتم شايفين هذا طبقنا لليوم ان شاء الله يعجبكم. وحنمشوا توا للطبق الحلو اللي هو البغرير. وصلنا لفقرة الحلو اليوم اللي هو البغرير، حلو مغربي مشهور ياكلوا فيه تقريبا كل يوم في رمضان، يعني هم يفطروا ما يفطروش هم بالمالح، يفطروا بالحاجات الحلوة، ياكلوا في الشبكية والبغرير على الفطور وياكلوا في المالح بعدين. نوع هو زي البانكيك وهو زي عجينة القطايف، جاي بين الكريب والبانكيك والقطايف، بس يحطوا لهم في صوص فوقه يخلي فيه طعم حلو بكل، يعني ما تهزوش على الوصفه وما تقولوش لا لا مش حنجربوها، لان فعلا حتعجبكم. ما فيش حد ضاق البغرير من المغاربه وما عجبه، يعني هو بسيطه الفكره بس حلوه في الطعم، ننصحكم تجربوه. المقادير انا حنقولهم بالجرام وحنقول لكم بالاكواب. بالجرام عندنا 300 جرام سميد اللي هو كوب وثلاثة أرباع سميد متوسط. دقيق عندنا 150 جرام كوب تقريبا، الكوب ديما 125، قولي كوب دقيق هاي مش مشكلة. عندنا كيس بيكنج باودر، وعندنا ملعقة كبيرة خميرة، وعندنا رشة ملح شوية، والمية 4 أكواب اللي هي 750 ملي، يعني يعطيك 750 ملي 4 أكواب مية تقريبا. هاي نصبوهم، نحط 4 أكواب 750 ملي هيك مظبوط، ونخلطه في خلاط الكاس. لو ما عندكش خلاط الكاس ممكن بالمشبك، بس حركي واجد لأن الدقيق باش يمتص المية ياخذ وقت. السميد توا جاهز البغرير، لو لقيتي العجينه لاصقه من جوانبك شويه بسباتولا يعني حوليها زي ما انتم شفتوا. حنخليه يخمر وحيثقل لك شويه، وبعدين نوريكم كيف نديروه. حنخلوه تقريبا نص ساعه يخمر او حتشوفوه فيه يدير فقاقيع ويتضاعف حجمه ونشتغلوا فيه. البغرير بتاعنا خمر جاهز توا، نطيبوه زي القطايف، زي القطايف ولا زي الكريب ولا البانكيك. هناخد هنا نجرب هنا شوية. زي ما شفتوا الفقاقيع اللي بدنا يطلع هذينا، هو هذا البغرير، يعني مفروض يقعد كله هيك مفره هيك زي القطايف، ويطيب من جهه واحده بس، يعني ما تقلبيش مش زي البانكيك تقلبيه على الجهه الثانيه تطيبيه، طيبيه من جهه واحده، يتحمر من تحت خلاص يعتبر طايب هو، يعني هذا مش ني اللي فوق. شفتوا كيف قاعد حلو؟ لو وصلتوا للنتيجه هذه معناها البغرير بتاعكم صح. في واحدين ما يديروش بالسميد، يعني يقولوا السميد يتقل في العجينه فيديروا فيه بالدقيق، يعني الغوا السميد ومكان السميد حطوا دقيق، حيطلع لكم بغرير اخف، يعني اخف من هذا، بس انا نحس طعمه السميد مميزه بصراحه، ما نحبش نستبدلها. شفت خلاص لما ينشف نشيله من اللوطه زي ما شايفين هيك متحمر، خلاص هذا الوحده الاولى عندنا جاهزه. انا ما قلت لكمش ان الطاجين تاعي ما يندهنش، يعني ما دهنتش، بس لو طاجينك خايفه منه يلصق شويه حطي، يعني امسحي بمنديل او هيك، يعني بحيث ما يلصقش معك. طبقه بسيطه ديري من الدهن. مازال حنحطوا عليه بعد ما نكملوا، حنوريكم شنو الصوص اللي نحط عليه وكيف يتقدم عاده. ما تخليش النار بتاعك واطيه، يبي نار عاليه شويه عشان على طول يطلع عن الفقاعات الهوائيه. أنا وطيت النار ونسيت فغلط ما تديروش هكي. خلاص هذه تحمرت تقريبا، هيك هو التحمير بتاعها، ما يقعدش، هو يميل إنه هو لونه فاتح بس هو طاير، يعني
هيعجبكم اكيد. لازم تجربوه وتقولوا لي، يعني لازم يعني على الفيسبوك تقولوا لي كيف كانت النتيجه بتاعكم. الطريقه طبعا التقليديه هي عسل وزبده، بس مربى او حاجه ثانيه انا ما جربتش. انتوا جربوا شوفوا، لو تحبوا تديروا بلكي نوتيلا بلكي، ما اعتقدش يعني هذا حلو تقليدي في المغرب وهو يتقدم. ما جربتش بنكهات اخرى بصراحه، لان نحس في الزبده والعسل هو احلى طعم، يعني المفروض واحد ما يبدلش الطعم هذا. يعني اللي يحب بالشوكولاته ولا هيك، عندها الكريب الاوروبي او البانكيك، يديرها بالنوتيلا ويديرها كل حاجه لها حاجه. يعني التخليط واجد مش حلو، يعني هذه حاجه قديمه واصيله في المطبخ المغربي، فناكلوها زي ما هي الاحسن. يعني زي ما شفتوا احنا تقريبا قريب نخلصوا المقدار متاعنا، حنكملوا ونوريكم الصوص اللي حنديروا فوقه. البغرير جاهز زي ما انتم شايفين، شوفوا كيف حلو، خفيف، فلافي كاهي. السر فيه، السر كله في الخلطه اللي احنا حنديروها توا. زبده، ناخذ الزبده تقريبا هيك كويس، ناخذها كلها زبده وعسل طبيعي، مش شربات، يعني مش الشربات اللي نديروهم، لا عسل طبيعي. يسيحن مع بعضهم لعندما تذوب الزبدة. في ناس في طريقة لما يجد البغرير بتاعك صغير ويجيبي طاجين كبير ويغطسوا البغرير كله في الصوص، كله يتغطس في الصوص، بس أنا نحبه هيك أحلى. خلاص عنا جاهز توا، ساخن، عبارة عن تاختي وتسقي بيها البغرير بتاعك، الصوص بتاع الزبده والعسل. خليه يشرب كويس يعني. بسم الله. ممكن تقدميه مفتوح او ممكن تقدميه هيك، يعني كل واحد يجيك ياخذ طرف. ما احنا شايفين الداخل عندنا هكذا. نصبوا عليه كله، حيتجانس. ممكن يتقدم مسقع شوية، بس يفضل تديريه والناس عندك وهو ساخن، أحلى حاجة هو فريش بصراحة. هيك طبق البغرير عندنا جاهز. وصلنا لنهاية حلقتنا، تعالوا نشوفوا شو قدمنا فيها. أعزائي وصلنا لنهاية حلقة اليوم، قدمنا لكم فيها أطباق منوعة من المطبخ المغربي. بدينا بالمخامر وحشيناهن مفروم، والطبق الرئيسي كان الطاجين بالحمل الحولي الخروف والخضرة مشكلة، إن شاء الله تجربوه. والحلو كان البغرير، قلت لكم هو طبق سهل، مكوناته سهلة بس الطعم متاعه مميز. إن شاء الله تجربوه وتعطوني رأيكم، واستنوني الحلقة الجاية مع أطباق جديدة ومنوعة. إلى اللقاء.